دي حاجه تحصل. طبعا تعالي بقى نروح للاخبار العالميه. اخبارنا العالميه النهارده هنبدا طبعا من البرازيلي نيمار. نيمار حسم الجدل تماما واعلن في مجله نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انه مستمر مع فريقه رغم طبعا خساره باريس سان جيرمان لدوري ابطال اوروبا لصالح بايرن ميونخ. زي ما احنا عارفين نيمار قال لدي طموح في الوصول للنهائي دوري الابطال مجددا، ولكن هذه المره للفوز باللقب، وانا بقول له ربنا يستر وما تقابلش البايرن تاني يا نيمار، هتبقى مشكله. بس جملته دي حسمت الموضوع يعني حقيقه. طبعا هو مستمر مع باريس سان جيرمان، طول ما في نيمار طول ما الامل موجود الحقيقه. يعني هو كان طبعا طموح وطموح باريس سان جيرمان طبعا كان اولا الوصول المباراه النهائيه، ولما وصل المباراه النهائيه خبطوا في قطر البايرن، فطبعا كان الموضوع منتهي بالنسبه لهم. لا بس هو خلاص حسم الموضوع بجملته ديت، وان شاء الله كل التوفيق ليه ولفريقه. النهارده الخبير في مجال التحكيم الرياضي خوان رامون بيقول انه النجم ميسي هينتصر في النهايه. ليه؟ انتوا عارفين طبعا النهارده في بند الرحيل، رحيل ميسي وفسخ تعاقده مع برشلونه، ده محتاج انه ميسي يدفع فيه 700 مليون يورو. فبحسب خوان رامون هيكون الفاكس اللي بعته ميسي لنادي برشلونه يوم 25 من الشهر ده سر انتصاره. وفي الفاكس يمكن طلب ميسي انه يفعلوا البند رقم 24 في عقده، وكده معناه انه يفسخوا العقد بدون تحمل اي مبالغ ماليه عليه. فقيمه الشرط الجزائي 700 مليون يورو زي ما قلنا، والنهارده ده رقم كبير جدا، وده واحد من خبراء اللوائح. يعني هو ده اللي بيقول هو لك الموضوع رايح بينظر في الموضوع رايح ما بين في شرط جزائي ما فيش شرط جزائي. بعض الناس بتقول لا هيكون في شرط جزائي. النهارده في خبير تحكيمي بيقول لا، ان بالجواب اللي بعته ميسي ده بيسقط حق النادي في الشرط الجزائي. خلينا نتكلم الامور. طبعا اعتقد الامور وضحت بشكل يمكن كبير جدا انه المان سيتي هو يمكن النادي الاقرب لميسي، الأقرب بس انت لميسي. لسه مش عارف، ممكن برشلونه هو اللي ينتصر. يعني هتبقى في مش هتبقى مشكله لكن هتبقى في مشكله ترانسفير، انك بدل ما تاخد لاعب فري انت هتدفع كمان 700 مليون غير وأنا عقده. طبعا كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح، غير عقده كمان ده عقده خلي بالك كمان. يعني انا يمكن من خلال متابعتي للموضوع ان ميسي توصل انه ممكن يكون مع المان سيتي لمده 3 سنوات بعقد خرافي، بلس كمان سنتين متفق على سنتين يلعب في الدوري الامريكي. اجمالي ال5 سنين بتوع ميسي ليه لوحده راتبه هيوصل لحوالي 750 مليون يورو في 5 سنين. ده كمان راتب اعتقد راتب ميسي في خلال 5 سنين. هيقعد 3 سنين مع المان سيتي، وهيقعد تقريبا سنتين هيروح الدوري الامريكي، هيدفع قد الشرط الجزائي الاجمالي. يعني الاجمالي ممكن يوصل ان كمان ميسي خلال 5 سنوات هيصل راتبه ل 750 مليون يورو. فأرقام كبيرة جدا جدا، وأرقام أعتقد مش هتتكرر تاني في الكورة. وميسي كمان خلينا نتكلم بكل أمانة مش هتتكرر كمان في الكورة. كل محاولات برشلونة حتى إن هم يستعيدوا أو في يعني في محاولة لاستعادة ميسي مرة تانية، لكن هو شكله هو يعني بينه وبين نفسه أعتقد الموضوع منتهى. يعني خلاص أنهى بقى الملف ده ورحيله عن برشلونة بلا رجعة. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم النهاردة بيعلن في بيان له، بيان رسمي، أنه الدوري بيبدأ يوم 19 سبتمبر، مع أن طبعا الموسم اللي فات ده انتهى يوم 2 أغسطس، الفترة يمكن قليلة جدا وفترة الراحة برضو قليلة لكل الأندية الإيطالية. لكن ده طبيعي طبيعي بعد ما الدوري الإيطالي اتوقف 3 شهور تقريبا بسبب فيروس كورونا، فما عندكش وقت أن أنت طبيعي كل الدوريات فترات الراحة بتبقى قليلة لجميع الدوريات طبعا عشان ينظموا بطولاتهم، وعندهم بطولات اوروبا، وعندهم تصفيات كاس اوروبا كمان. فكل دوت بيتنظم من بدري علشان تبقى الامور واضحه أكيد. للناس كلها أكيد. دلوقتي يعني عايزين نشوف تقرير عن منتخب هولندا. طبعا منتخب هولندا دلوقتي بيبحث عن مدير فني جديد. احنا عارفين ان رونالد كومان كان هو المدير الفني للمنتخب الهولندي لكن انتقل الى برشلونه. هنشوف تقرير عن منتخب هولندا، وبعد التقرير فاصل، وهرجع طبعا مع ضيفي النهارده الاستاذ محمد القوسي نتكلم على موضوعات ونفتح ملفات كتيره جدا. صنع رحيل رونالد كومان عن القياده الفنيه لمنتخب هولندا فراغا كبيرا بعدما تاخر الاتحاد الهولندي في الاعلان عن خليفه مدرب برشلونه الجديد في القياده الفنيه للطواحين.
لوي فان خال الذي قاد المنتخب الهولندي إلى المركز الثالث بكأس العالم 2014 أعلن أنه لا يمانع في العودة لقيادة منتخب بلاده بعدما أصبح عاطلا منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2016. وأصبح المنتخب الهولندي في حيرة بين العودة لأصحاب الخبرة مثل فان خال أو منح الفرصة للشباب مثل فان برونكهورست أو فرانك ديبور، وينتظر عشاق الكرة الهولندية القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.